عوامل تعوق توفر الأراضي دي، فإحنا قدرنا إن إحنا نوفر أهم عنصر من العناصر الداعمة لإقامة مثل هذه المؤتمرات. شكراً. هو بس في تعقيب الحقيقة قبل لا أعطيك الكلام، أنت الآن هي قضية الاستثمار الأجنبي، يعني هو ما نستطيع إحنا في دول مجلس التعاون أو حتى في الدول العربية أن نفرض على المستثمر الأجنبي أن يتجه إلى قطاع معين، إلا إذا كان فعلا خلقت له البيئة الصالحة، عطيته الفرص الموجودة، ثم قوانين تشجع الاستثمار وتكون هذه القوانين منفذة. مثل ما ذكرت أنا اليوم، يعني إحنا عندنا 21، خلنا نأخذ الآن الدول العربية من ضمنها دول مجلس التعاون، عندك 21 دولة عربية، كثير من الدول العربية عندها فرص هائلة في الاستثمار. أخذ السودان على سبيل المثال، وهي أنا أعتقد مثل ما كنا نسميها سلة الغذاء العالمي، مليوني أو أكثر من ملايين من الأفدنة صالحة للزراعة، لكن في صعوبة فيما يتعلق في ولوج المستثمر سواء كان عربي أو مستثمر أجنبي. لما أرجع أنا وأقول إنه المستثمر دائما يفضل، المستثمر الأجنبي بالذات إذا فعلا وفرت له البيئة الصالحة ووفرت له الفرص والقوانين، يعني اليوم مثل ما ذكرت أنا إنه يفترض أن تكون المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أو دولة الإمارات من الدول المصدرة لرأس المال، إنما هي الدول الجاذبة لرأس المال سواء حتى في الصناعات الحقيقة في المملكة، لأنها فيها بيئة صالحة وفيها فرص وفيها قوانين مشجعة، اتجهت الاستثمارات إلى المدن الصناعية اليوم في المملكة العربية السعودية وإلى الخدمات اللي ممكن توفرها دول مجلس التعاون. لكن هل نحن يعني إيجابيين الطموح اللي موجود؟ لا، لأنه أنت فعلا كان بإمكانك أنك توصل إلى مرحلة متقدمة جدا. ولا ننظر للمستثمر الأجنبي من باب السيادة، لأنه للأسف في بعض الدول ترى أن دخول المستثمر الأجنبي وإن كانت قلت الآن هو يعتبر تعدي على السيادة. يعني المستثمر لما يأتي، خلنا نقول مستثمر أمريكي يأتي إلى مدى أي دولة من الدول العربية ويطلب الضمانات، سواء كان من ميجا اللي هي المؤسسة العالمية للضمان أو المؤسسة العربية ضمان الاستثمار، بعض الدول وهذا أنا احتكيت فيها الحقيقة شخصيا، يرون أنه لما نعطون ضمانات، يعني ضمانات ضد المخاطر السياسية، يرون أن هناك فيها مخاطر سياسية. هو بالعكس، هو نوع من الاطمئنان. يعني أنا المفروض أتشجع أني أنا أقول والله كدولة تعال يا أخي أنت مستثمر، أخذ ضمانات اللي تبيها كلها ضد المخاطر السياسية اللي موجودة، سواء كانت مخاطر تتعلق بالمصادرة أو فسخ العقد أو الحروب الأهلية وخاصة في منطقة. لكن في بعض الدول العربية تتردد وترى بأنه هذا عنصر سيادة. أنا أعتقد دول مجلس التعاون خلال رصنا الأربع سنوات الماضية كانت من أحسن البيئات الصالحة لجذب المستثمر الأجنبي، وهذا دليل على أساس أن هناك فعلا قوانين وهناك تفهم لمفهوم الاستثمار الأجنبي، وبالتالي ما تقدر تقنع المستثمر الأجنبي أن يتجه إلى القطاع الصناعي ويترك القطاعات الخدمية إلا إذا أنت فعلا وفرت له الفرص المتاحة في هذا القطاع. أنا حبيت بس أعلق على الموضوع في أحد الاستفسارات، تفضل. المايك بليز. هنا لو سمحت. السلام عليكم. بس في قبلك واحد يخالف. يلا قول. طيب. تفضل. محمد الجبر، مستشار اقتصادي. الحقيقة عنوان المؤتمر الاستثمار الأجنبي. هناك قصص نجاح موجودة already في دول الخليج، ذكروها بعض الأخوان سواء في المملكة العربية السعودية أو في قطر أو في البحرين أو في أي دولة خليجية أخرى. أنا أعتقد الشريحة الكبيرة من الصناعيين اللي مهتمين ربما موجودين معانا هنا أو مهتمين في هذه الصناعة، نتكلم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أنا أعتقد مثل ما ذكر الأخ عبد الله العطية ومثل ما ذكروها بعض الأخوان، احنا قاعدين نكرر المشاكل اللي تواجهنا في المعوقات، يجب التركيز على إزالة المعوقات لتشجيع الاستثمار سواء أجنبي بين دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى الاستثمار في تلك الدول. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
خليفة الرميثي من هيئة تنمية الصناعة في أبوظبي. حقيقة أنا سمعت النقاشات اللي صايرة في الموضوع هذا، ولكن حبيت أني أستفسر. الآن الورقة اللي ناقشها الدكتور علي ومخرجاتها، هذه كانت موجودة عندنا إحنا من سنتين تقريبا، وموجودة وما شاركنا فيها حد وما حد تواصل معنا. طيب، ممكن أيضا هيئات أخرى في الخليج وصلت إلى هذه المرحلة وهذه المعلومات وما تشاركنا فيها أيضا. إحنا بالنسبة لنا من سنتين الآن بدينا نعمل خطط تنفيذ في ورقة العمل أو الدراسة المعمولة، كلها دراسات أن راح المفروض أن يعمل كذا بدون تفاصيل داخلية للموضوع وآلية التنفيذ. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا أنا واصلة عندي هذه الدراسات وأعرفها ومش محتاجة لأي تعاون معاكم، طيب شو يخليكم أنتم مختلفين تدعمونا في مجلس التعاون؟ أنكم تنظرون للمستقبل. أحد الأخوان هنا كان يتكلم عن كوريا واليابان. إحنا من شهر كنا في كوريا، تكلمنا مع الحكومة هناك، شو الأشياء اللي يضيق بهم، شو الأشياء اللي يفكرون فيها؟ كانت مسألة بسيطة بالنسبة لهم. يقول الآن إحنا رقم واحد في الإلكترونيات على مستوى العالم، إحنا رقم واحد في بناء السفن، إحنا رقم واحد في أشياء كثيرة. بعد 30-40 سنة إحنا ما راح نكون رقم واحد. نحن من الآن نبحث عن الأسواق المستقبلية للصناعة، تنعكس على ماذا؟ تنعكس على المواطنين في الخليج. إحنا كتوتل رقم معين، في كوريا مساحة وعدد سكان 51 مليون. يقولك أنا من الآن أريد أجهز التعليم ووزارات التعليم، المجال الموجود عندي كامل للصناعات المستقبلية. الـR&D اللي مركز، عدد مراكز البحث عندهم أكثر من البقالات في منطقة الخليج. أي شخص سيدة أو رجل طالب ممكن يروح إلى مراكز البحث عندهم الصغيرة والكبيرة، المتخصصة والعامة، ليطرح أفكاره. في ثقافة عامة موجودة عندهم هناك. إحنا محتاجين من منظمتكم أنها، يعني مش مطلوب منكم أنكم تعطونا حلول 100%، ولكن مطلوب منكم أنكم تقرعون الجرس للبحث عن الأمور المستقبلية. معظم المؤسسات الموجودة هنا عارف شو هي محتاجة وعارف شو المشاكل، وقاعدين نتداولها ونتفق عليها بهز الرؤوس بدون أي تعاون مشترك حقيقي. إحنا نبحث عن المستقبل. أنا اليوم موجود هنا علشان أعرف هل راح أرجع مرة ثانية إلى مؤتمر آخر، ولا راح أكتفي بالدراسات الموجودة عندي وأنفذ على طول. أنا بحاجة أني أمد يدي مع المنظمة ومع الجميع على أساس نستفيد من بعضنا البعض ونتعامل مع بعضنا البعض. في كل جهة عندها شيء مميزة فيه، ولا نستفيد منه في الأبحاث ولا نستفيد منه في مجالاتنا. بس أنا اللي حابب أقوله أن نتعاون مع بعض بشكل حقيقي وليس في المراسلات، وليس الاستفادة حقيقية تكون تنفيذية وليس بالورق وليس في المؤتمرات فقط. هذه نقطة. أنا معلش، إحنا لنا في الصناعة شوي براكتيكال، ما نحب التنظير، نحب العمل على طول. فهذا من المجالات اللي إحنا نبحث عنها. إلى الآن هناك مقترحات، ردود جزء منها مقبول، جزء منها أنا ما أشوفها قاعد أستفيد منها. فحقيقة يا جماعة الخير إحنا محتاجين أن نتبادل المعارف بشكل حقيقي وبشكل صادق مع بعضنا البعض، لأن في دول قد تنفع فيها صناعات معينة وفي دول لا تنفع معها الصناعات هذه. طيب ليش ما نستفيد منها؟ ليش ما نركز عليها؟ الـFDI إذا بيجيك ليش ما يجي عن طريق المنظمة، وهي عن طريق الوزارات تدعم هذه وتزيل أي عراقيل موجودة، بدل ما أروح أنا أشارك في معارض في مؤتمرات في كذا وأجيبهم، ما راح أحتاج لكم. فهذه النقاط اللي أنا أبحث عنها، وشكرا جزاكم الله خير. شكرا، تفضلي. أنا يمكن ننهي بعد شوي على أساس الجلسة الثانية نعطي فرصة. السلام عليكم ورحمة الله. ليلى شرير، مستشارة التخطيط الاستراتيجي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. يمكن أنا أتفق تماماً مع طرحه الأستاذ قبلي.
في أنه فعلاً يمكن المؤتمرات بتتكرر والتقارير موجودة والمعلومات موجودة، ولكن مثلاً دور المنظمة يأتي أحياناً في خلق الوعي أنها بتركز على قضية معينة، بيطلع المؤتمر ببث نوع من الوعي، بتطلع مجموعة توصيات. هذه مجموعة التوصيات أنا لازلت أؤمن أي تقرير أو أي مؤتمر بدون ما يكون أكشن بلان عنده له للتوصيات الواردة أو الخرج فيها لا يكون مفيد. فالجماعة هم فعلا عمليين، هم محتاجين أكشن بلان لتوصيات المؤتمرات، مش مؤتمر الصناعيين فقط، جميع المؤتمرات. ولكن أنا يمكن خلال استعراضي لمؤتمرات الصناعيين السابقة يمكن أخذ أمثلة منها في عام 2012 و2000 اللي هو 12، لما أوصينا بأن تدرس أو توضع خارطة للصناعة الخليجية، وفعلا قامت المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء بوضع خارطة للصناعات الخليجية، وحددت الصناعات الغائبة والصناعات المستهدفة مستقبلا، وتمت تطرح المنظمة فرص للقطاعين العام والخاص في مجال هذه القطاعات المستهدفة. يمكن في مؤتمر الخليجيين الصناعيين 13 ركزنا على الصناعة المعرفية والإبداع أو التقنية، وفعلا بدأت المنظمة تصدر تقرير سنوي يحدد جاهزية دول المجلس للصناعة المعرفية وأدائها. ثم وجدنا دول بدأ الوعي يعني يصلها أو الرسائل تصلها والتوصيات. وجدنا في مملكة البحرين بادرت بأنها تعمل دراسة معمقة للصناعة المعرفية، وقامت بها المنظمة مع البنك الدولي لصالح مملكة البحرين. أيضا نعمل حاليا مع الكويت. ولكن أبقى وأقول إذا اتنفذت من خلال المنظمة باعتبارها جهة استشارية ليس جهة تنفيذية، نقوم يعني يمكن أحيانا بتنفيذ بعض التوصيات، ولكن مثلا ليش ما هيئات الاستثمار تقوم بتبني الكثير من التوصيات وتحط لها أكشن بلان أو خطة للتنفيذ، ويمكن للمنظمة أن تساعد فنيا في هذا الجانب. حبيت بس أوضح هذه النقطة، وشاكرة لكم لجميع المداخلات. شكرا. أنا خليني بس الحقيقة أعقب على جانب مهم جدا، يعني الحقيقة بالنسبة للوضع في مجلس التعاون ليس وضع سلبي. أنا خليني أقول لكم الحقيقة، قبل يعني خلال بداية الأسبوع الماضي من شهر نوفمبر في 16-17 كان في مؤتمر، في حين كل سنتين نسوي مؤتمر لرجال أعمال المسلمين العرب. المؤتمر هذا الأخير عقد في أبوظبي، وكان الحقيقة مفهوم والموضوع الأساسي لهذا المؤتمر هو الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي. وأنا الحقيقة أحيي دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني ما قالوا والله نستثمر في أي قطاعات، قالوا الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي. هذا دليل أنه يعني دول مجلس التعاون قاعد تهتم في قضية الابتكارات وقضية ماذا نريد بعد انقضاء النفط، ما هي الصناعات وما هي الأفكار المطروحة. وكان الحقيقة المؤتمر على مدى يومين في أبوظبي لرجال الأعمال المستثمرين العرب كان يتكلم عن ما هي الصناعات وما هي الابتكارات والبحث العلمي الذي نريد أن نطور فيه الخدمات التي تقدم لي وجذب المستثمر وجذب السائح وجذب كل الأسواق العالمية، سواء كانت أسواق رأس مال أو أسواق صناعية أو يعني هذه أنا أعتقد لا زال فيها، يعني دول مجلس التعاون يعني قاعد تخلق الحقيقة فرص وبيئة صالحة للاستثمار، سواء كان على مستوى الاستثمار الصناعي أو على مستوى الاستثمارات الأخرى الخدمي والسياحي وغيره. أنا أعتبرها كلها استثمارات. هذه بس نقطة حبيت أوضح إنه يعني دول مجلس التعاون بدأت تأخذ منحة متقدم جدا في قضية الأفكار والابتكار والاستثمار داخل هذا القطاع. تفضل مايك. فاضل محسيم، بنك الكويت الصناعي. سؤالي موجه للأخ عبد الله بخصوص من صدور قانون تشجيع الاستثمار المباشر، ماذا أنجز من ذاك التاريخ أو خلينا نقول من بعد صدور الهيئة؟ هل في مقارنة؟
هل كان تحولون على مثلا مشاريع الأوفست؟ إذا كانت خلنا نستثنيها كون انتهى. هل في فكرة كم تعيدون النظر بالحوافز أم راح تستمرون عليها مثل ما هي 15 سنة أعتقد إعفاء ضريبي و و و؟ هل الحوافز راح تكون نوعا ما مخصصة إذا كان مشروع صناعي، إذا كان مشروع خدمي أو من هالأمور هذه؟ وشكرا. أشكرك على السؤال. وفي الحقيقة هي التشجيع الاستثمار المباشر ابتدأت فعليا في أواخر 2014. الحمد لله الله وفقنا وقدرنا خلال 6 شهور من سنة 2015 جذب ما يقارب 1.2 بليون دولار، وهي متكونة في مشاريع خدمية. أسماء الشركات هي IBM، هواوي، وجنرال إلكتريك، وأغلبها في قطاعات مختلفة. IBM كانت في قطاع الخدمات والاستشارات الحاسوبية، هواوي في قطاع الاتصالات، وGE في قطاع الكهرباء والماء. هذا بما يخص التغييرات اللي حدثت على القانون. فيما يخص المزايا، احنا في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نرى ان علاقاتنا دائما مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو اللي يقود التغييرات الموجودة في قوانين الدولة بشكل عام. اذا نرجع للحوافز مرة اخرى، الحوافز هي 10 سنوات اعفاء من الضريبة، وإعفاء لا منتهي من الأدوات أو الآلات أو المعدات، وهو الإعفاء من الجمارك 5% اللي أيضاً تمنحها الهيئة العامة للصناعة. إحنا في مجال تطور دائم في الهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، نعمل كذا حلقات نقاشية مع القطاع الخاص لتطوير قانوننا، والقانون ما هو جامد خاصة في الكويت. حصل تغيير في القانون القديم لجذب الاستثمار هو 8 سنة 2001، تغير في 2013، وما يمنع إذا في أي ملاحظات أخرى تخص المزايا والحوافز، إذا رأت الهيئة أن هناك فائدة لجذب المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي، أن تضيفها لسلة الحوافز. وهناك دوما في قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مادة تجيز لمجلس الوزراء من حوافز خاصة لجذب استثمار معين بعينته. وبالعكس، ثق تماما أن هي تشجيع استثمار مباشر هي ليست جهة حكومية مراقبة أو جهة حكومية جامدة، هي شريك في المشاريع وشريك للمستثمرين في القطاع الخاص. أشكرك. شكرا. أنا أعتقد أنه اكتفينا في هذا. أود الحقيقة في أي استفسار؟ في سؤال؟ إيه تفضل، آخر واحد، آخر سؤال الله يخليك. إذا كان آخر، السلام عليكم. المهندس ماجد غيمش من شركة بوليكيم. الحقيقة إحنا قاعد نتكلم الآن عن ثيم اللي هو الفورن انفستمنت. الفورن انفستمنت له عدة صيغ. الدول الخليج مثل ما ذكرت هي مصدر رأس المال، فأساساً إحنا لا نحتاج رأس مال يأتينا هنا بسبب لنا إضافة. إحنا نحتاج تكنولوجي ترانسفير. الآن دول الخليج عندها تو بيج ميجا بروجيكتس اللي هو الريلوي سيستم مع المتروز، وعندها البتروكيميكالز داون ستريمز. انا ارى ان الانسنتيفز تعطى للشركات that they transfer the advanced technology to the region and they have to have the highest incentives and that's what counts in the industry. اما انه اي مستثمر اجنبي يجي ويحط اي مشروع صناعي، قد يكون هالمستثمر الاجنبي عنده restrictions في الحوافز، I mean restrictions في البيئة، regulations في الدولة حقتها هنا means more lose and so on. So the incentives and guarantees that you mentioned اللي هو الحوافز والضمانات هي ما تجلب المستثمر الأجنبي. عندنا حوافز، صناديق صناعية تعطي قروض ميسرة في أراضي، في إذا بالبتروكيميكالز تعطي incentives في الفيدستوك وغيره. ولكن إنه to attract the advanced investor with advanced technology, this what counts to add value in this region. To be a leader, to
to produce products and export that product worldwide. هذه وين نشوف بما ذكرتها يعني من ناحية الميجا. الميجا هي الحقيقة كانت فكرة أساسا صادرة من الكويت مالتي انفستمنت جارانتي ايجنسي المرحوم الدكتور إبراهيم شحاتة. فالريجن كان أصلا سابق الموضوع هذا ولا طبقت فيها الآن لأن يفكرون فيها. فمجرد هذه جس تنويه بسيط. شكرا. شكرا. هو بس تعقيب. طبعا أنا أتفق معاك يعني إن تحتاج يعني المستثمر يحتاج تحديد توجه اللي تحتاجه الدول مجلس التعاون. هو صح كلامك يعني الترانسفير تكنولوجي وعملية الضمانات هو صحيح. يعني احنا خلينا سبيل المثال عندنا في المؤسسة لدينا تعاون وثيق مع ميجا. انا اعرف ان الميجا طبعا انشئت تحت مظلة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبالتالي وكان طبعا من وضع الارتيكل اسوسيشن للميجا هو احد مستشارين الدكتور إبراهيم شحاتة الله يرحمه كان مستشار في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ثم راح إلى البنك الدولي كمستشار لرئيس البنك الدولي. إحنا في المؤسسة يعني لو تسألني الآن أنتم هل فعلا يعني الضمانات هذه في رغبة لديها؟ طبعا لنا رغبة كثير خاصة لما يكون العامل السياسي يعني يكون أحد العوامل السياسية فيها أن المستثمر بغض النظر حتى المستثمر العربي يحتاج إلى هذه الضمانات. إحنا في المؤسسة العربية ضمان الاستثمار يعني قدمنا خلال يمكن 9 سنوات أو 10 سنوات حوالي 11 بليون دولار ضمانات ضد المخاطر السياسية داخل الوطن العربي. وبالتالي نوعية الاستثمار أنا أتفق معك أنه مو كل استثمار ممكن أنك أنت يعني توافق عليه أو توافق عليه. الضمانات هي عنصر أساسي في تدفق الاستثمارات الأجنبية وحتى الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي. شكرا. أعتقد إذا كان آخر سؤال الله يخليكم لنا عشان بس ننتقل إلى الجلسة الثانية. تفضل. السلام عليكم. أحمد النوري شركة الاتحاد صناعة مواد البناء بالكويت. استمعت كثير إلى الجماعة اللي تكلموا هني وكلهم جزاهم الله خير الشيخ عبد الله والدكتور المرشدي والمتحدثين سابقين في موضوع أن النفط يعني سعره وخطر ندوبة والشراكات الأجنبية الخليجية. أنا أعتقد أنها موجودة حاليا اللي هي في تصدير تكنولوجيا الغرب إلى دول الخليج وتصدير بالمقابل تصدير أموال الخليج إلى الغرب ففي تبادل. إحنا يعني الخطر اللي قاعد نواجهه لازم ندور مصادر أخرى للدخل بجانب الإيراد النفطي وعساس أن نتفادى خطر نزول النفط. فمعناته لازم نسوي صناعات تصديرية. فيفترض يكون يعني الطرح هنا ان انا استورد اموال الغرب في 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 تصدير منتجات خليجيه. احنا قادرين وعندنا رؤوس الاموال وعندنا العقول مثل ما تفضلوا الجماعه نسوي صناعات بتكنولوجيا غربيه بمنطقه الخليج باستخدام اموالنا بعمل منتجات عالميه تصديريه. جزاكم الله خير. شكرا. تفضل اخ سلام. شكرا جزيلا. في البدايه تعقيب بالنسبه للاخوه اللي ذكروا عن التجارب الناجحه. نعم هي موجودة ولا نبخس أصحابها هذا الفضل والحق فيها، ولكن توجد تجارب ناجحة في الهند، تجارب ناجحة في تشيكوسلوفاكيا، في كل دول العالم توجد تجارب ناجحة لو اكتفينا فقط بضرب هذه الأمثلة الناجحة. النقطة قد يكون مستغربة في الحقيقة، وهذه رسالة إلى المنظمين لهذا المؤتمر لأن بقى منا يوم ونصف. الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment قد يكون كعنوان مستهجن أن يقام في دول الخليج وهي دول في الحقيقة مصدرة لرأس المال، قد لا تحتاج إلى رأس المال لأن المفهوم يبدأ بالاستثمار هو رأس المال. نحن هي عنق الزجاجة هي المشاريع مثل ما تفضلتوا سواء كانت معرفية أو تقنية أو خلافه. فأتمنى أن هذا المؤتمر يركز على الديفينيشن أو تفسير ما هو المطلوب من رأس الاستثمار رأس المال الأجنبي في دول الخليج. على سبيل المثال رئيس الوزراء الهندي الجديد مستر مودي لما بدأ في أول يوم أول 100 يوم عمل